مساء الخير على كل عشاق النادي الاهلي وجماهيره الوفيه ومشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. مساء الخير على المصريين جميعا، كل سنه وحضراتكم طيبين. الجمعه الثانيه في شهر رمضان المبارك اللي من حسن الطالع انها بتتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان. كل سنه ورجال قواتنا المسلحه الباسله بخير وسلام، كل سنه والشعب المصري ودامت قواتنا المسلحه درع وسيف لهذا الوطن. الحقيقه انه بتمر الايام وبيمر شهر رمضان بنفحاته الطيبه، ودائما نتضرع الى المولى ان تبقى وتظل مصر امنه مستقره في رعايه الله وحفظه، لانها بلد الامن والامن. النهارده